السلام عليكم. الحمد لله على السلامة حبيبي. عبد الله جه يا أمه. يا فاطمه يا حبيبي يا دلعي. الحمد لله على السلامة. عامل ايه يا ماما؟ طمني عنك. الحمد لله. الحمد لله. مالك يا أمه؟ ده يا ليلى. بس أول مرة تعملها وتسيبنا يا عبد الله. ومش آخر مرة إن شاء الله. ادعي لنا بس يا ست الكل. يا لك يا ابني. إلهي يفتح لك طاقة القدر قدر يا كريم. يا لهوي. الدعوة دي نسيتيها ليه يا أمه؟ من ساعة ما جينا الشقة دي. يا رب. قولي يا ابني. عملت إيه مع الراجل؟ كله زي الفل. ساعتين زمن خلصنا المصلحة. بس حلف عليا ان انا بايت الليله في بورسعيد، وحلف عليا اخد شويه السمك اللي نتنوا معايا في الطريق دول. مفيش وعشتني يا توتا ولا خلاص اتلبت على سمك ونسيتني. شفتي البنت القرشانه؟ اكنها عندها 100 سنه. يا توتا انت سندوتش حياتي. سماح دي يعني مجرد خطيبتي. خدي بص انا جايب لك سمك اهو. اوعي يا بنت تاكليه ني. اول مره احس ان ابويا ميت. مالها يا بنتي؟ كنت محتاجة لك قوي. ايه ده؟ في يا امي؟ ولا حاجة يا ابني. قدر ولطف. أختك زي عادتها نسيت نفسها وهي بتنضف السمك، السكينة جت في إيدها دخلت في العرق وطلعت نافورة دم. طب ما تخلي بالك يا نادي. خلي بالك يا حبيبي. ما تقلقش يا عبد الله، احنا جرينا بيها على المستشفى وهم قاموا باللازم. أنت سايب وراك رجالة يا أخويا. والواد سكينة كان فين؟ الله يستره، ما سبناش. نص ساعة والأكل يكون جاهز تلاقي جعان. أنا جعان نوم. أنا داخل أنا. لا ما تسيبنيش دلوقتي والنبي. البت دي بتترعش ليه؟ أنتوا خبيني عليها حاجة؟ خبي عليك إيه بس؟ قلقتيني بصراحة كده يا خالتي، ومن غير لف ولا دوران. عدى عليا 20 يوم من ساعة ما طلعت ناتية من المستشفى، وأنا مش عارف أجيبها لك إزاي. يا ابني ما تتكلم خالص. شوف يا خالتي، أنا عاوز أتجوز ناتية. تتجوزها؟ أنا عارف. أنا عارف إن أنت ممكن تفهميني غلط، لكن والله العظيم يا خالتي، والله العظيم. يا ابن أختي، أنا فاهمك صح، أنت راجل وجدع، بس إحنا يا ابني مش محتاجين شفقة من حد. أعوذ بالله يا خالتي، أنا أشفق عليكوا، حتى برضه أشفق أعلى منه يا خالتي، أنا من زمان وأنا عاوزها. بس كنت بقول لنفسي اسكريني بنت خالتك دي تستاهل واحد احسن منك.
وانت دلوقتي بعد اللي عرفته شفت ان تمنها رخص في سوق البنات بتشجعت. اعوذ بالله يا خالتي، التفكير الوحش ده، دي ناديه دي على راسي من فوق، وانا من زمان كنت عايزه افتحك في الموضوع ده، بس خفت، خفت اللي تفتكر اني بخش بيتكم عيني عليها ولا حاجة، وخصوصا انها تضل اكتر من اخويا، خفت تزعلوا مني، وانا ما اقدرش على زعلكم يا خالتي. وبعدين يعني لو ما حركنيش حبي ليه لازم يحركني خوفي عليها، ولازم تعرفي يا خالتي سواء بي او من غيري لازم تعيشوا مرفعين الراس، وسواء رضيتي او ما وافقتيش يا خالتي هيفضل سركوا فيه. جوزها لي يا خالتي، اعتبريني واحد منكم وجوزها لي، وان شاء الله تطلقيها مني بعدها بيوم، انا موافق، بس جوزها لي يا خالتي والله العظيم بحبها. انت ذنبك ايه يا ابني تشيل غلطة؟ محدش بيشيل غلط حد يا خالتي، ومحدش معصوم ولا غلط، ده ابونا ادم وامنا حواء غلطوا وربنا سامحهم يا خالتي، احنا هنكون مين عشان ما نسامحش؟ الناس هي اللي بقت وحشه قوي يا خالتي.